أهلا بكم يا شباب، خليني أرحب بكم في محاضرتنا السابعة والأخيرة من كورس Logic Design 1. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا وهو موضوع الكارنو. خلينا في البداية نستعرض إيه هي الغرض من فكرة الكارنو ماب. أنا الفكرة إن أنا كانت عملية السمبليفيكيشن عشان أحول تروث تيبل في مثلا تو انبوتس عشان يطلع واحد اوتبوت، عشان أجيب اللوجيك اكسبريشن بتاعها كنت بتمر بمجموعة من المين تيرم والماكس تيرم، بتطلع يا إما المين تيرمات يا إما الماكس تيرمات، وبعد كده بتعمل سمبليفيكيشن علشان تطلع أسهل إكسبريشن، ودي ما كانتش أسهل حاجة في الدنيا قبل سيستماتيك. فكرة الكارنو ماب إن أنا عايز أجيب طريقة سيستماتيك علشان أوصل بيها للبوليان إكسبريشن أو اللوجيكال إكسبريشن من التروث تيبل. فعلى سبيل المثال أنا لو عندي سيستم، السيستم دوت عبارة عن تو إنبوتس وبيطلع أوت اسمه إف، هحط التروث تيبل بتاعتنا، هنحط الفاريبلز بتاعتنا من على الشمال A و B، وهنبتدي نعد باينري من على اليمين 0 0 1 0 0 1 1 1. هبتدي اشوف الاوتبوت الايكوفالنت لكل انبوت هيجيبه لي، فهيطلع 1 1 0 0، وهو دوت التروث تيبل اللي انت اتعلمته. على الطريقه القديمه كنت هتقول ان انت عندك النكست المين تيرم اللي هم الاولاني والثاني، يبقى عباره عن A داش B داش مجموعه على A داش B. هتشوف ال A لو داخله بصفر هتحطها دوت او يعني مقلوبها يعني انفرتد بتاعها، ولو داخله بواحد البي داخله بواحد تبقى دوت. ده كده هو الاف. ده اكسبريشن مكون من اتنين جيت. الفكره ان انا كان في يعني سمبليفيكيشن رول بروستيلس كان اتعودنا نشتغل عليها، ان انت لو خدت الاي داش ده كومن فاكتور فهيبقى عندك البي بلس البي داش بلس البي، البي بلس البي داش لما انت هتجمع واحد اور الانفرس بتاعها اللي هو صفر دايما النتيجه بواحد، فالنتيجه بتاعتنا هتطلع بي داش. انا دلوقتي هحط الكلام دوت على شكل مربع، المربع دوت عباره عن 2 في 2، هحط الاي هي هتمثل الكولومز بتاعتي، وهحط البي اللي هي هتمثل الروز، الاي والبي الاي والبي. بعد كده هبتدي احط البوسيبل فاليوز بتاعت الاي انها هي الهيدرز بتاعت الكولومز الاولانيه 0 1، وهحط الهيدرز بتاعت الروز اللي هي هتمثل بي 0 1، وابتدي اشوف بقى لو انت صفر مع صفر يبقى النتيجه بتاعتك بواحد، لو صفر مع واحد يبقى النتيجه بتاعتك بواحد، لو واحد مع صفر النتيجه بصفر، واحد مع صفر النتيجه بصفر. طيب علشان ما تغشش غلبالة، فاحنا لو جينا رقبنا جبنا الباينري جبنا الديسيمال ايكوفالنت الارقام الباينري ديت 1 2 دي اللي هي الويتس بتاعت الارقام ديت، فهيبقى ده صفر وده واحد وده اثنين وده ثلاثه. هبتدي ارقم الروز بتاعتي او سوري هرقم السيلز، هيبقى صفر واحد اثنين ثلاثه. هبتدي انا وانا مغمض بقى صفر الاليمنت صفر، يبقى هنا واحد واحد صفر صفر. يبقى انت دلوقتي لو انت اتعودت ان انت ترصهم المين تيرمز بتاعتك او ترص الانبوتس بتاعتك بنفس الايكوفالنسي دوت، هتحط الفاريبلز من على الشمال وهتعد من ناحيه اليمين وتجيب الباينري ايكوفالنت من صفر لحد اخر عدد ممكن تحط. وهبتدي ابتدي احط الايه؟ ارص الارقام جوه السيلز 0 1 2 3. اول فكره انا هعملها ان انا هبتدي اعمل سمبليفيكيشن، او هبتدي دلوقتي هو يعودني زي ما اتفقنا ان السيل ديت عباره عن الايه بصفر والبي بصفر، يبقى ده صفر ديسيمال. هنا هو ده عباره عن الايه بصفر والبي بواحد، يبقى ده واحد ديسيمال. ده هنا ايه بواحد والبي بصفر، يبقى ده اتنين ديسيمال. ده واحد والبي واحد، الايه واحد والبي واحد، يبقى ده ثلاثة ديسيمال. وبالتالي فانا دلوقتي اقدر اجيب الاكسبريشن على طول، ان هنا هو في واحد في واحد، هي عبارة عن اي داش بي داش، ان انت داخل الاي والبي وطالع منهم بصفار، يبقى دي اي داش بي داش بلس اي داش بي. هو ده نفس الاكسبريشن اللي انت عامله. طيب عايز اطبق فكرة السمبليفيكيشن، هبص على الادجيسنت سيلز. الادجيسنت سيلز 2 تو باور اوف كي، يعني ممكن تادجيسنت اسيل، هتشوف الادجيسنت سيلز يا 2 يا 4 يا 8 يا 16 يا هكذا، يعني 2 تو باور اوف اي رقم. فابتدي اشوف دلوقتي الاثنين دول عباره عن ادجيسنت سيلز، معنى كده ان انت ممكن تاخد الاي داش عامل مشترك اللي هو ده. لو خدنا اي داش عامل مشترك، البي بلس بي داش عباره عن كام؟ 1 بلس 0، يبقى ده 1 يبقى البي حطيه. يبقى انت لو خدت ادجيسنت سيلز
الفاليو اللي هيتغير واللي هيتغير هيطير، يتفضل لك الاكسبريشن بتاعك كام؟ اي داش. وهو ده نفس الكونسبت بالظبط اللي انت كنت وصلت له بعمليه سمبليفيكيشن. انا كنت بقول لك ان الاي داش بي داش مجموع على الاي داش بي. هاخد الاي داش عامل مشترك، يبقى يتفضل لك البي بلس البي داش، بي بلس بي داش هتروح، يبقى يتفضل لك الاي داش هي السمبليفيكيشن. هدور على الادجيسنت سيلز، هبتدي اشوف هم مشتركين في الاي داش، يبقى الاكسبريشن اي داش، والبي هتطير لانها هي اتعمل لها انفيرجن بشكل مباشر. هنشوف دلوقتي اشكال تانية من الكارنف ماب، وهنبتدي نشوف مثلا هنا اهوت عندنا في الاليمنتس صفر واحد واتنين الاوتبوت بتاعهم بواحد. فلما هاجي اعمل سمبليفيكيشن انا عندي هاخد دول ادجيسنت سيل، ويبقى السمبليفيكيشن بتاعهم الاي طارد ويتفضل لك البي داش، وهاخد دول اعمل لهم سمبليفيكيشن سوا ادجيسنت سيلز، وبالتالي البي طارد هيتفضل لي الاي داش، فالاكسبريشن بتاع ده هيبقى اي داش بلس بي داش. حد هيقول لي ان انت عندك الاي مشتركه، عادي جدا، لان انت ممكن لو انت مثلا كان الاكسبريشن بتاعك انت كنت المفروض هتقول ايه، ده الاصل بتاعك ايه، كان عباره عن الاي داش بي داش زائد الاي داش بي زائد الاي بي داش. فاللي انا هعمله ان انا هاخد من هنا اهوت الاي داش مشتركه، هيتفضل لك البي داش زائد البي عشان اعمل سمبليفيكيشن لدي. فانا هكرر تاني الاي داش بي داش، لان انت زي ما اتفقنا قبل كده ان انت لو كررت اليمنت لو جمعته مثلا اي بلس اي هتساوي اي. فانا دلوقتي لو كررت اي داش بي داش مش هتاثر في حاجه، هاخد هنا اهوت البي داش مشتركه، فهيتفضل لك الاي بلس الاي داش، الاي داش هتطير، يتفضل لك النتيجه بتاعتك الاي داش زائد البي داش. اذا فما انك لما انت بتاخد ادجيسنت سيلز فيها سيل مشتركه، معنى كده ان انت بتكرر السيل ديت في الاكسبريشن. اخر حاجه عندنا واخر اكسرسايز، لو الانبوت كلهم بوحيد الاوتبوت كلهم بوحيد، فالادجيسنت سيلز احنا اتفقنا 2 ذا باور اوف كي، يعني ممكن 2 ذا باور اوف 2 يعني 4، 2 تو ذا باور اوف 1 2، هنا اهوت هتاخد 4 مع بعض، الاكسبريشن اللي هتاخد هيطلع الاف 1. دايما الاوتبوت بتاع الفانكشن ده هطور الدنيا شويه، هشتغل على 3 اليمنتس كارنف ماب، ساعتها يبقى انت عندك 3 انبوت اي وبي سي، هبتدي ارصهم من على الشمال اي بي سي، وابتدي اعد باينري من على اليمين من 3 اصفار لحد 3 واحد. طبعا الديسيمال ايكوفلنس الارقام الباينري ديت 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 من 0 لحد 9. لو جينا بصينا على الكارنوف ماب، هبتدي اخد الاليمنت الاولاني هو الرو، هو الكولومز الاي، واخد البي سي هتمثل الكولومز بتاعتي الروز بتاعتي. الروز بتاعتي هتبقى هبتدي ارص البوسيبل انبوتس بتاعت الاي 0 1، وبعد كده البوسيبل انبوتس بتاعت البي سي. بس هعمل حاجه، هعمل سواب ما بين الرو الثالث والرابع. ليه بقى؟ هقول لك دلوقتي، بس خلينا نتفق مبدئيا ان انا هقول 0 0 0 1 1 0 1 1، يبقى هشقلب الرو الثالث والرابع. السبب في كده ايه؟ السبب في كده ببساطه هو اصلا المين بوليسي اللي انت شغال عليها ان انت بتبتدي تشوف لو خدت ادجيسنت سيلز لازم تلاقي ان في اكسبريشن متعمول له انفيرجن عشان اغيره. فانا دلوقتي لو خدت مثلا تو دول ادجيسنت سيلز، فانا دلوقتي هيبقى الاكسبريشن بتاع الاثنين دول هو عباره عن الايه مضروبه في البي داش، الاي داش مضروبه في البي داش. ليه انت عملت كده؟ لان انت عندك دلوقتي السي حصل لها امبلمنت، فحضرتك انها حطيها. لو خدت دول ادجستد سيلز، تعال نشوف كده دول الاكسبريشن بتاعهم كام. الاي داش تفضل زي ما هي، السي هتطير، يتفضل لك البي زي ما هي. اذا فانا قلبت، انا قلبت الاليمنت الثالث والرابع علشان اضمن ان الاقي ما بين كل رو والرو اللي تحته في ليترال واحد بس او حرف واحد بس اتعمل له ايه انفيرجن. فانا لو جيت عملت مثلا دول اعتبرتهم ادجيسنت سيلز، وابتديت هبتدي اعمل لهم سمبليفيكيشن، فهلاقي ان البي هتطير
يتفضل لك الايه داش سي وهكذا. فانا لما قلبت التالت والرابع ضمنت ان انت لو خدت دول adjacent cells السي هتطير، لو خدت دول adjacent cells فالبي هتطير، لو خدت دول adjacent cells فالسي هتطير. بس ده الموضوع ببساطه. فبالتالي انا هبتدي ارجع بقى، هبتدي ارقم الارقام، ابتدي ارقم السيلز، هيبقى صفر واحد اتنين تلاته، لان انا شقلبت زي ما انت فاهم، اربعه خمسه سته سبعه. هبتدي اخد الاوتبوتس ديت بنفس ترتيبها واسكنها جوه السيلز، فهيبقى صفر صفر واحد صفر واحد، بعد كده واحد صفر واحد صفر، واخد بالك؟ فانا دلوقتي الاليمنت ده هيخش في الرول الاخرانيه، سوري قبل الاخيره، والاليمنت ده هيخش في الرول قبل الاخيره، هغير اللون، والاليمنت ده هيخش في الرول الاخرانيه، والاليمنت ده هيخش في الرول الاخرانيه. خلينا بينا نعمل سلكت. طبعا عشان اختصر معاك بقى، انت مش لازم تحط مثلا الحاجات الفاضيه ديت بصفار، يعني ممكن تطنش وتتفق بالوحيد. تعالى نعمل سمبليفيكيشن للايكويشن اللي قدامنا ديت، دول adjacent cells الاكسبريشن بتاعهم من الايه هتطير، يتفضل لك البي داش سي. هناخد بعد كده الادجستنت سيلز الثانيه الاربعه اللي فوق بعض دول، هنبتدي نكتشف ان البي والسي حاطين، يتفضل لك الاي داش. شفت الاكسبريشن العظيم دوت طلع في الاخر مين؟ الاي داش بس، بي داش سي بلس اي داش. طيب زي ما عملت سمبليفيكيشن للماكس تيرم، انت ممكن تعمل سمبليفيكيشن للمين تيرم، بس ساعتها خلي بالك، خلي بالك انت دلوقتي هتتحول ل هناخد ملاحظتين. الملاحظه الاولانيه ان انت دلوقتي according to expression دوت، فانت عندك المين ترم واحد وثلاثه وخمسه معاك، هو ايكوفلنت لمين؟ لبرودكت اوف ماكس ترم صفر واثنين واربعه وسبعه وسته، الكومبلمنت بتاعه بقيه جدولك. فبالتالي انت تقدر تعملهم سمشن اوف مين ترم 1 3 و5 او مالتيبليكيشن اوف ماكس ترم 0 و2 و4 و6 و7. ممكن تجيبها بالكارنوف ماب، ممكن تجيبها بالكارنوف ماب، وهنشوفها في اكزامبل قدام. تعالوا نشوف بقى اكزامبل 1 3 5 ده 3 انبوت كارنوف ماب. هبتدي ارص دلوقتي الكارنوف ماب بتاعي 0 1 2 3 4 5 6 7. الداتا بتاعتك هتحطها فين؟ هتحطها في الواحد، وهتحطها في التلاتة، وهتحطها في الخمسة. فهم الموف دول، هم دول بس ايه الوحايد بتاعتي. تعالى نمسح كده. مطلوب منك ان انت تسمبليفاي، عندك دي adjacent cell ودي adjacent cell. الاولانية دي عبارة عن الايه حطير، يتفضل لك البي داش سي، ودي حطير الايه، ودي الاكسبريشن بتاعها الاي داش، البي حطير يتفضل لك السي. طبعا لو انت دلوقتي الاكسبريشن بتاعك بواحد، يبقى الاوتبوت بنفس الاكسبريشن، لو هو داخل نفس الاكسبريشن، لو هو داخل بصفر فيبقى الانفرس بتاعه. ادي الاكسبريشن بتاعنا اي داش سي زائد اي داش سي داش. شفتوا سهله ازاي؟ تعالوا ناخد اكزامبل تاني يا شباب نتعرف اكتر. عايز سمبليفاي للكومبلمنت بتاع 1 3 5، معنى كده ان انت هتحط في الوحايد 0 و2 و4 و6 و7، 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7. هتملى الوحايد دول. لو انت عملت كده بيقول لك هيت السمبليفيكيشن. اول حاجه الادجستنت سيلز دي سهله خالص، عندك الاوتبوت بتاعك عباره عن الانبوت بتاعك عباره عن الاي، مش داش ولا حاجه، الاي. بعد كده البي طارت يتفضل لك السي، طارت يتفضل لك البي. طيب هنا
هتخيل ان الكارنو كمان ديت عباره عن ورقه، والورقه ديت انت هتلفها على بعض كاسطوانه، فبالتالي انت عندك دي هتبقى مع بعضيها كده adjacent cell. ال adjacent cell ديت تعالوا نشوف ال expression بتاعها. اول حاجه هي الاي تارجت، تاني حاجه البي تارجت يتفضل لك سي داش. اذا فدي ال adjacent cell دي عباره عن سي داش. الستريت كونسيسس ثيرم مديك ثيرم كده بيقول لك اعمل لها اثبتها. دي نظريه احنا ما خدناهاش بس هي موجوده. طب هتعمل ايه؟ هبتدي احطها على كارنوت ماب، هاخد الطرف اليمين هعمل له كارنوت ماب، والطرف الشمال هعمل له كارنوت ماب، واكتشف ان عدد الاليمنتس او عدد الوحيد والاصفار هم نفسهم ايدنتيكال، بالتالي ده اثبات ليه. فاول حاجه هبتدي اشوف الاكس واي. اولا الاكس عندك، اول حاجه عندك الاكس واي، اولا هي الزد طارد صح؟ اذا فالزد انا هدور على الزد اللي حصل فيها كومبلمنت، الزد اللي حصل فيها كومبلمنت اللي هما دي ودي اللي انا علمت عليه. بيقول لك داخل الاكس يبقى انت داخل الاكس بواحد، وداخل الواي وانت داخل الواي بواحد، يبقى هي دي اللي بتمثل الاكس واي. تعالوا ناخده التاني اكس داش زد. الاكس داش زد، الاكس داش داخله بصفر، فانت في الرو ده في الكولوم ده، الزد الزد داخله بواحد، فانت هنا اهو. والاثبات ان الايه؟ الواي تارت ان هيحصل لها كومبلمنت، فانت دي اخر اليمنت اللي هو الواي زد. طيب الواي زد هجيبه ازاي؟ الواي زد عباره عن الواي عندك بواحد، الاكس طارد، فانت شغال على دول كده الاثنين مع بعض. اكس واي زد، فانت عندك الاليمنت ده يبقى هم دول اللي بتمثل الواي زد. طيب تعالوا نشوف الطرف الثاني بتاع الكونسيس السي. اول حاجه بيقول لك الاكس واي، الاكس واي انا لسه جايبها اللي هي دي، هو الاكس ده زد. اذا فالاليمنت ده اللي هو دور اللي هو الواي زد، طلع ان كارنوف ماب بتاع الطرف اليمين هو كارنوف ماب بتاع الطرف الشمال، اذا فهم ايدنتيكال و ايكوفيلنت لبعضهم. هات المين وصمف برودكت بتاع الايكويشن دي، صفر وواحد واثنين، هطنش ثلاثه واربعه، واحط خمسه سته وسبعه. تعالوا نحط كارنوف ماب، صفر وواحد واثنين ثلاثة مش معايا، أربعة مش معايا، خمسة ستة سبعة معايا. هبتدي أجيب الإكسبريشنز بتاعتك، بيقول لك عايز different unique expressions. فأول حاجة هاخد الإيه؟ أول اللي هم اللي ظاهرين أول باينين لك، أدي كارنوف، أدي adjacent cell، اتنين تلاتة، وأدور على تانيين، واحد اتنين تلاتة. فأنا قدرت أجيب two different distinct expressions وبتغطي كل الوحيد اللي موجودين. تعالوا نطلع الاكسبريشن بتاع الادجستنت سيل الاولانيه، دي عباره عن الاي داش، السي طارد بي داش. تعالوا نجيب دي، داخله بي، البي طارد سي. تعالوا ناخد دي، الاي طارد بي سي داش. تعالوا ناخد الاكسبريشن اللي على اليمين او الكارنوت ماب اللي على اليمين. اول حاجه هتبقى عندك اي داش، هنلاحظ ان الاي طارت يتفضل لك سي داش، دول مع بعض الاي طارت يتفضل لك البي داش سي، دول مع بعض السي طارت يتفضل لك البي ايه. وادي التو ديستينكت اكسبريشنز. دلوقتي احنا هنتكلم في الفور فاريبلز كارنوف ماب، واللي كنا طبقناه على الروز هنطبقه على الكولومز. يعني احنا زي ما شفتنا وعملنا سواب ما بين الروز 3 2 و3،
هنعمل سواب على الكولومز اللي هي 2 و3 برضو، هتبقى 3 بعد كده. وعلى هذا طبعا السبب الاساسي ان انا عايز لو انا خدت دول ادجيسنت سيلز مع بعض هنا هقدر اغير الايه. لو خدت دول ادجيسنت سيلز مع بعض هقدر اغير هقول تاني معلش، لو انا خدت دول ادجيسنت سيلز مع بعض هغير البي، لو انا خدت دول ادجيسنت سيلز مع بعض هقدر اغير الايه، لو انا خدت دول ادجيسنت سيلز مع بعض هقدر اغير البي، لو خدت دي مع دي ادجيسنت سيلز مع بعض هقدر اغير اللي هتغير اللي هي الايه. فانا بعمل كده عمليه السوابنج ما بين كل 2 كولومز او كل 2 روز عشان اضمن ان كل لترال او في لترال اللي هيحصل له كومبلمنت ما بين كل 2 ادجيسنت سيلز جنب بعض، فاضمن ان انا اقدر اعمل سمبليفيكيشن. فبالتالي هيبقى العد كالتالي، هيبقى عندي 0 1 2 3 4 5 6 7، هروح بقى على الاخرين 8 9 10 11 12 13 14 15. هاخد بعد كده الفور انبوت كارنوف ماب، الفور انبوت بتوعي، وابتدي ارصهم على زي ما اتعودت كده. فاول حاجه اول اكزامبل هيديني اكسبريشن ويقول لك حطه على الفور انبوت كارنوف ماب. مبدئيا كده هو بيقول لك اي بي سي، فهبتدي ادور على الكولوم المشترك اللي فيه اي سي دي، هدور على الرو المشترك اللي فيه سي دي بوحيد، يبقى انت شغال في الحته دي كده. ثم هدور على الاي بواحد والبي طايره اللي هم هيطلع بيه، يبقى ده اسمه اي سي دي. نخش على بعض، عايز ابص على الاكسبريشن اللي هو اسمه اي داش بي، فهدور على الاي داش بصفر يا ده يا ده، ثم البي اللي هو ده. طب فين الباقي طايرين؟ وانت هتاخد كل ده adjacent cell. اخر expression الدي داش، الدي داش دوت هدور على الدي داش، فانت عندك يا في الحته دي يا في الحته دي، ده مفيش حته تانيه، يبقى كل ده عباره عن adjacent cells. فانا دلوقتي ابتديت رصيت الوحايد في الكارنوف ماب بتاعي. الاكزامبل التاني هيديني expressions، هيديني مين تيرمز وهات السمبليفيكيشن. فهبتدي ارص 1 و3 و4، مبدئيا كده هبتدي ارص 0 مش معايا، 1 2 مش معايا، 3 معايا، 4 معايا، 5 معايا، 6 مش معايا، 7 مش معايا، 8 مش معايا، 9 مش معايا، 10 معايا، 11 مش معايا، 12 و13 معايا، 14 و15 مش معايا. هبتدي اجيب الادجيسنت سيلز ببساطة شديدة، الاثنين دول مع بعض والأربعة دول مع بعض، وده أورفن لوحده. لو دول كده مع بعض يبقى أنت طيرت، أنت عندك الـ A داش B داش، ده كده عبارة عن الـ A داش B داش، بعد كده أنت هنا طيرت الـ C يبقى يتفضل له D. لو جيت خدت دول مع بعض كده، خلينا أغير اللون عشان الدنيا ما تتسحش لبعضيها، فأنت هنا هتكون طيرت الـ A يتفضل لك الـ D، ومن هنا هتكون طيرت الـ D فهيتفضل لك الـ C. لو خدت الاورفن ده هيبقى عندك الـ A B داش C D داش. بكده يا شباب، بكده يا شباب هنكون خلصنا، كل سنة وانتم طيبين، خلصنا كورس لوجيك 1، أشوفكم على خير إن شاء الله السنة الجاية في لوجيك 2، تحياتي، كل سنة وانتم طيبين.